النظام يعمل جيدا. ألصق الأقطاب الكهربائية بصدر المريض العاري. نظام للصغار، نظام للبالغين. قم بتوصيل سلك الأقطاب الكهربائية بالجهاز. ألصق الأقطاب الكهربائية بصدر المريض العاري. جاري تحليل ضربات القلب، لا أحد يلمس المريض. ينصح بإعطاء الصدمة. اضغط على زر الصدمة الكهربائية. تم إعطاء صدمة واحدة. ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي. تنفس في فم المريض مرتين. النظام يعمل جيدا. System okay. النظام يعمل جيدا. System okay. النظام يعمل جيدا. ألصق الأقطاب الكهربائية بصدر المريض العاري. قم بتوصيل سلك الأقطاب الكهربائية. النظام يعمل جيدا. النظام يعمل جيدا. System okay. Attach pads to patient's bare chest. Pediatric mode, adult mode. Plug in pads connector.